يعني انت لعبت شويه من مرات جنب مين تاني من السوبرات لعب معاك؟ يعني انا لعبت مع كابتن حسن وكابتن مصطفى، وبعدين بدات انا ومحمود صالح. مع مين؟ محمود صالح. طب قول له الو. يا محمود السلام عليكم. يا كابتن مال ده صحيح. يا حوده ازيك يا دكتور محمود؟ يا دكتور الله يخليك. ازيك يا كابتن مصطفى؟ ازيك يا دكتور؟ عز الناس والله يا كابتن. ربنا يسعدك، اخبارك ايه؟ الله يخليك الحمد لله كل تمام. انت فين اراضيك دلوقتي؟ انا في الاكاديميات النادي الاهلي. هنشوف لعيبه كتير زي ماهر همام ومحمود صالح وكابتن حسن وكابتن يونس. يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن. ما ان شاء الله. انت شايف كده يعني ولا لسه بدري على المواضيع دي؟ لا طبعا، بس المواهب قليله في الاكاديميات، انت عارف ظروف الشغل في الاكاديميات. يعني العناصر اللي هي المميزه طبعا بتطلع قطاع الناشئين، فبتبقى نوعيات اللاعبين ويعني وامكانياتهم اعلى، فالفرص بتبقى افضل ليهم يعني. طيب كويس ان انت موجود معانا وانت راجل دكتور في كليه التربيه الرياضيه. وانت تخصص ايه يا دكتور محمود؟ لا هي دكتوراه في التدريب الرياضي. التدريب الرياضي. انت شايف من وجهه نظرك ليه المواهب قلت في الفتره اللي فاتت دي كلها على مستوى الساحه الرياضيه او كره القدم المصريه او في كل الالعاب؟ هو طبعا في طفره في انشاء الملاعب يا كابتن. نعم. بس زمان اللعيب كان دايما بيبدا في الشارع في الحاره، فكان كل بيمارس الكوره. فيعني بتبقى القاعده كبيره شويه وكله بياخد فرص، انما دلوقتي ممكن واحد مش عضو في نادي ما عندوش فرصه يروح اختبار في نادي، فممكن يكون هو موهوب فعلا بس لا هو عايز يكتشف نفسه ولا حد بيكتشفه. يعني زمان كان كله اللعب متاح لكل الناس. طيب هل اعتقد دي بتدي فرصه اكتر يعني. هل عدم وجود كشافين ده برضه فرق كتير؟ طبعا طبعا طبعا. والكشافين طبعا كان زمان يعني بيحبوا المهنه قوي وبيشتغلوا بضمير وعايز يساعد اي حد بدون اي مقابل مادي بدون اي استفاده. نعم. شخصيه. نعم. فما فيش شك دي فرق كتير. كمان في نقطه ثالثه يا كابتن. اتفضل. مستويات المدربين، يعني حضرتك يا كابتن والكابتن ماهر معانا برضو. بالظبط محمود، لو افتكرت مين دربنا واحنا صغيرين. صح. هتلاقي برضو مستوى المدربين الحقيقه كان في موهبه كبيره. نعم. يعني خصوصا في المراحل السنيه الصغيره دي، فكان دايما الاكتشافات او توجه اللاعبين للعب الكوره وتاسيسهم من هم في سن صغيره. الحقيقه احنا يعني كنا محظوظين يا كابتن ان احنا. صح. اللي دربونا حتى كنت انا في مركز شباب الجزيره كان موجود الكابتن محمد عثمان والكابتن فوز الصاوي، كانوا مدربين كبار قوي الحقيقه يعني. نعم. ليهم افضال علينا كتير يعني. قول لي وانت بتلعب جنب ماهر همام كنت بتحس بايه؟ بامانه. لا بتمنان طبعا. طبعا هي البدايه بدايتي كانت مع الكابتن ماهر همام. انت بتقول باطمئنان كده على طول يعني هو دفع لك حاجه ولا ايه؟ ايوه يا كابتن. هو دفع لك حاجه بتقول باطمئنان قوي كده بكل ثقه يعني. طبعا طبعا بدايتي اصلي يعني بديت معاه. مع الكابتن مصطفى يونس. وهم كانوا يعني واحنا صغيرين بنتفرج عليهم يعني. يعني سن مش كبير او يعني فرق مش كبير. لا يعني كانوا مثل اعلى لينا الحقيقه. ايه الموقف اللي انت ما تنساهوش وماهر بيلعب جنبك؟ افتكر اول ماتش المنصوره، كان في المنصوره. والحقيقه كان يعني كان داعم ليا بشكل كبير جدا جدا والله يا كابتن. واداني ثقه في نفسي وحمسني وبيوجهني في الملعب على طول الحقيقه. فيعني البدايات مهمه يا كابتن، انت عارف البدايات. طبعا طبعا. اللعيب محتاج حد يعني لاعب كويس على مستوى عالي فنيا، وبرضه يكون عنده روح كويسه، عنده يعني حريص انه يساعدك وحريص ان هو يعني تظهر بمظهر كويس. والحقيقه دي كانت متوفر الحقيقه في النادي الاهلي، متوفر مع الكابتن مصطفى يونس او الكابتن ماهر همام. وبرضه ما ننساش برضه دور المرحوم الكابتن ثابت برضه الله يرحمه ويحسن اليه، الكابتن الاكرامي الله يرحمه. في حراسة المرمى. طبعا يعني انا يعني كان حظي كويس طبعا ان انا بديت مع عمالقه، ما كان فيهم يعني ليهم فضل كبير عليا الحقيقه. يمكن انا لما بتكلم ان انا عاوز اظهرها بقى بالذات في البرنامج هنا، ان ماهر واحنا قاعدين بنتكلم بيقول لك لما اول مره دخل غرفه الملابس في النادي الاهلي اللي قابله كابتن انور سلامه، كان كابتن زيزو وكابتن هاني مصطفى، واللي ساعده في اللعب الكابتن حسن حمدي بقى يوجهه ويعمل كذا كذا كذا. تمام.
وانت دلوقتي بتقول ان ماهر همام كان بيوجهك وكان الامام بتاعك بيقول لك العب ما تخافش والكلام ده، هي دي السمات اللي احنا عايزين نوريها للاجيال الجديده، نقول لهم يا جماعه ان الانتماء ده مش مجرد انتماء مباراه وخلاص، انما مش انتماء ان انا ابقى عندي عصبيه وان انا ابقى متعصب قوي وانا والكلام ده كله، دي اللي احنا عايزين نوصلها للناس. لا روح كانت طيبه جدا يا كابتن، يعني مساعده غير طبيعيه. انا كنت يعني ما كنتش متخيل كده، انا متخيل هلعب مع كباتن كبار ممكن يوجهوا لك لوم ويزعق لك واعمل وبتاع ويشخط. لا خالص 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 يعني لا. الحقيقه لقيت كل العون يعني والمساعده الحقيقه، وزي ما قلت لحضرتك يا كابتن مصطفى انا الحقيقه كنت محظوظ ان انا اتواجد مع الكباتن الكبار، سواء الخلفي في حراسه المرمى برضه توجيه، واللي لعبت جنبهم في بداياتي كابتن مصطفى يونس وكابتن مرنة، و الحقيقه انا اتعلمت منهم كل حاجه. كابتن كابتن طبعا مرة امام يعني كان عالمي حقيقي يعني. انتوا ما اتعلمتوش حاجه يعني مننا يا محمود ولا ايه؟ المراقبه والتغطيه والثقه بالنفس والتركيز والاراده وشخصيته القياديه في الملعب، هي كل الحاجات دي ما فيش شك احنا اتنقلت لنا. وبتمنى برضه ان احنا نكون برضه نقلناها للجيل اللي جاي يعني بقى يلعب معانا في اواخر ايامنا، و ونقدر نساعده برضه زي ما الكباتن الكبيره دي ساعدتنا. يا محمود ودور الكابتن مصطفى عبده كابتن الفرقه. لا خلاص بقى، ما هو ماهر همام قاعد قدامه خلاص. يا محمود الكابتن مصطفى انت فاكر احنا قعدنا فترات كده ما عندناش فرد غير الكابتن مصطفى؟ قعدنا يمكن سنتين ثلاثه. طبعا. واخد بالك بنكسب بيه. افتكرت يا محمود دلوقتي؟ محمود الخطيب ما كانش موجود في فترات. طبعا. وعلى فكره انا يمكن ابتديت بعد فتره كده لما في حاجات تدريبات بتبقى دبل كده زوجي، كنت دايما بروح مع الكابتن مصطفى واتمرن معاه. تدريبات ليا في السرعات بقى اللي هي بتبقى اثنين 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 كده، كنت دايما بشتغل مع كابتن مصطفى يعني. محمود كابتن انت الحقيقه احنا كان كابتن التيم، والحقيقه يعني مش قادر اقول، ما عنديش كلمات اوصف بيها الحقيقه. لا ربنا يكرمك. الناس دي علينا يعني. لا يا حبيبي ده فضل من ربنا. والله كابتن حقيقه بكلم انتوا كمان ساعدتونا، ان انتوا كنت مخلصين جدا وكنتوا متربين في النادي الاهلي على المبادئ واسس النادي الاهلي، وساعدتونا ان احنا نشد من ازركم، لان هي دي طبيعه سنه الحياه. احنا اللي قبلينا كان بيشد من ازرنا واحنا كنا بنشد، وهكذا اجيال طبعا. بتسلم اجيال. طيب احنا ان شاء الله اعمل حسابك هتبقى موجود معانا في حلقه ان شاء الله محمود. اتشرف يا كابتن اكون مع الكابتن مصطفى عبده. اتشرف كابتن. طيب. مصر اتشرف اكون مع حضرتك. ربنا يخليك. طب هتقول ايه يا ماهر لمحمود؟ محمود ما شاء الله كابتن، يعني بصراحه من اول ما طلع هو كان عنده مباراه مع في البلاستيك، واخد بالك، ومستر هدوكوتي او كولوتشاي. كولوتشاي يا محمود؟ لا اللي اختارني هدوكوتي. هدوكوتي. واخد بالك، وانا فاكر لعب بصفه اساسيه مع كولوتشاي، يعني بعد ما هدوكوتي مشي كولوتشاي اتكلم في واقعه كابتن مصطفى، قال انا لو كابتن مصطفى يونس كابتن الفرقه ممكن العبه في نص الملعب، لكن لا غنى عن محمود صالح وماهر همام في الحته دي. ودي حقيقه، دي حقيقه بصراحه يعني. في افريقيا مستر كولوتشاي تمسك بشكل كبير جدا ورؤيته لمحمود. بس هو اللي اختارني الاول يا كابتن مستر هدوكوتي. هدوكوتي. وقع كده مع الكابتن احمد ماهر. اتفضل. فقالوا له انه المستر هدوكوتي عايز محمود صالح يتمرن مع الدرجه الاولى. كانت مفاجاه ليه هو الحقيقه. الله، هو ساب كل اللعيبه دي واختارك انت؟ والله يا كابتن مش عارف. الله يرحمه كابتن ماهر، ده كمان كان قصه. ما انت كنت كلمه كابتن مصطفى دايما اقولها يعني. انت كنت بس هدوكوتي بيفهم احسن مننا. طبعا. فاكيد هو صح. كنت انت واسامه عرابي ولاد احمد ماهر. ها الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. واحنا سعداء بوجودك. بيشتغل باخلاص وبيحب النادي. والله دي حقيقه. غير عادي. دي حقيقه والله. بدون يعني اعلام ولا شو ولا اي حاجه. ما هي دي الله يرحمه. دي سمه من سمات النادي الاهلي، هفضل اكررها. كان ليا وقعه مع الكابتن احمد ماهر قبل مباراه في افريقيا. طب بتفكرنا بحاجات لازم اقولها برضه للساده المشاهدين. كان الكابتن جوهري جابني انا والخطيب وحاطين على جنب كده مع الكابتن ماهر، وقال لنا ايه انتوا هتمرنوا خفيف عشان ما يحصلش، لان التمرين كان حماسي قوي وكان فيه تخبيط جامد قوي. فالمهم الكابتن ماهر ماسك الكره بيلعبها للخطيب، والخطيب بيردها له وبيلعبها لي انا وانا بردها له. فالخطيب بيلعب له الكره فقال اي، قال له والله العظيم يا كابتن جوهري ما جيتش جنبه. انا ما جيتش جنبه والله العظيم. هيسوحنا. فدي من الحاجات يعني اللي هي طول عمر النادي الاهلي
الكبير بيشد من أزر الصغير، الكبير بيحترم الصغير، فبالتالي الصغير بيطلع بيحترم الكبير وبيحترم اللي أصغر منه كمان. طبعا يا كابتن. احنا في انتظارك كده ان شاء الله في حلقه من حلقاتنا. شرف. تنورنا يا كابتن محمود. شرف بحضرتك. شكرا. محمود يا كابتن مصطفى كان من مساكين. طبعا. لا كان لعيب علقه لاي حد زي ما بيقولوا يعني.